جامع الإسلام تي في تلفزيون يكي إسلام. سنوات ونحن نأتي بالحجاجين في بلاد الحرمين الشريفين. والله أولا أقدم الشكر يعني جزيل الشكر والعرفان بالجميل لما تقدمه هذه الدولة لضيوف الرحمن. والله يعني الخدمة طيبة مناسبة، فلا يسعنا إلا أن نقول يعني جزاهم الله خيرا بهذه الخدمات الطيبة. Әрине, Аллаға шүкір, министрлік тараптан қажыларға жасалған көптеген қолдаулар бар. Жыл сайын ол жетіліп келе жатыр. Біз биыл осы жазда да қажылықта болдық. Өткен жылдан қарағанда биыл жетіліп жатыр. Алла қаласа, биылғы жылда одан да үлкен жетістіктерге жетеді деген үлкен сеніміміз бар. Хақиқатан, Мемлекет Арабия Саудия тақум би, яғни би мәжхуд кабир жиддан, малмус ва юра бил айн. الآن بالنسبة للتطوير تطوير المناسك أماكن الأداء وأماكن الحج الذي يأتي إليه الحج ويعني يؤدي واجباته من خلاله، وكذلك في أماكن النسك كلها نرى هناك تطوير من أجل خدمة ضيوف الرحمن ومن أجل تذليل العقبات بالنسبة لتقديم هذه الشعيرة وأدائها. رحلة الحج أصبحت رحلة ميسرة وسهلة، وإنما حج متقدم ومتطور يتبع أحدث الأنظمة التكنولوجية الموجودة في العالم. كل ما أنتج إلى هذا اليوم من الأمور المتطورة الجديدة كلها تجدها في هذا البلد الحمد لله، وسخرت تسخير عجيب جدا لخدمة حجاج بيت الله الحرام. جزا الله المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمد الله في عمره مع الصحة والعافية، و ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان قائد مسيرة الإصلاح والتحديث. الحمد لله year after year since the development of the city facilities, the mosque facilities, I've heard nothing but accolades from the pilgrims. Not when they enter the mosque, but from the time they arrive in Saudi Arabia, even when they arrive in the airport in Jeddah or in Medina. And I would say that there's been a tremendous change in the welcoming that they receive, the speed with which they go through immigration, and the courtesy that they feel when and the welcome that they enjoy. Jamal Islam TV Loboro. Jamal Islam TV.